موجز لأهم الأنباء نقدمه لكم من شوف تي في. أهلا بكم. استنكر حكيم بن شماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين تعاطي الحكومة مع المؤسسة التشريعية، محملا رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مسؤولية ما تعتبره تعطيل للدستور. وأشار بن شماس خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الأمس الثلاثاء أنه من بعد صبر طويل لم يعد بالإمكان السكوت على مسألة غاية في الخطورة يمكن تسميتها بالأعطاب الدستورية، وبالأخص في العلاقة ما بين الحكومة والمؤسسة التشريعية. كيقول بن شماس الذي أوضح رئيس الحكومة يصر على تعطيل الدستور في الجلسة السنوية لتقييم السياسة العمومية. في الوقت اللي عمت فيه الفرحة جنبات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ثاني أيام هذا الأسبوع من بعد صدور قرار المحكمة بتمتيع 61 شخص من معتقلي الخميس الأسود في حالة سراح مؤقتة، عمل حزن عدد من الأسر التي مازال أبنائها قيد الاعتقال. وجاء قرار المحكمة من بعد ما وافقت النيابة العامة على ملتمس الدفاع بإطلاق سراح المعتقلين الذين يتابعون أو لا يتابعون الدراسة ديالهم والذين ليست لديهم سوابق عدلية، في حين مازال عدد كبير من الناس اللي عندهم سوابق أو تبت التورط ديالهم قيد الاعتقال. في الخبر الاقتصادي، افتتح وزير الصناعة التقليدية عبد الصمد قيوح وزير السياحة الحسن حداد مشروع المدارات السياحية المحتضنة للصناعة التقليدية واللي كتهدف إلى تمكين الفضاءات الثقافية والتاريخية اللي كتحتضنها المدينة العتيقة بفاس من لوحات للتشوير والتوجيه والإخبار والتفسير. وتضمن هذا المشروع الذي افتتح يوم الاثنين المنصرم واللي تم تمويله من طرف هيئة تحدي الألفية تحيين المدارات السياحية المحتضنة للصناعة التقليدية بفاس من خلال وضع سلسلة من لوحات تشوير سياحية بمختلف المواقع لتوجيه الزوار وإخبارهم، وذلك عبر مختلف المدارات السياحية. وتم في هذا الإطار وضع ما مجموعه 308 لوحة تشوير، منها 228 لوحة للتوجيه و70 لوحة للتعريف بالتراث و10 لوحات للإخبار. ذكر مصدر مقرب أنه اللجنة المنظمة لحفل تكريم الفنانين فتح الله المغاري وعبد الجبار الوزير بمسرح محمد الخامس أنه عرضت على مذيعة مشهورة تقديم هذا الحفل فوافقت، لكنها تفاجأت باللجنة كتعرض عليها إلقاء ورقة تمديح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران فرفضت لأنه التعليق يجب أن يكون حرا ونابعا من اللحظة حسب ما ذكره المصدر. في الخبر الرياضي، وفي ظل الأزمة الاقتصادية ضخت حكومة عبد الإله بن كيران 17 مليار سنتيم في الحساب البنكي الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كضمانة أولية لتنظيم المغرب كأس العالم للأندية نسخة 2013. وجاء ذلك من بعد طلب من الفيفا وجهته للجامعة الملكية لكرة القدم كطلب منها الإسراع بتقديم ضمان تعبيرا عن مدى استعداد المغرب لاحتضان تظاهرة رياضية. وبهذا الخبر مشاهدينا كنتو معكم أوراق الموجز، لكم أطيب وأرق التحايا من كل طاقم شوف تي في. إلى اللقاء.